لكن في الأول وفي الآخر يبقى كأس العالم هو كأس العالم، البطولة المحببة لينا. حتى لو بعض الكلام اللي كان بيتقال إن ما بقاش بالقوة اللي بتمثل لينا زي زمان، لأن بتبقى المشكلة قصر مدة التجمع. يعني احنا كان كأس العالم قبل كده كان التحضير ليه بيبقى وقت كبير جدا، دلوقتي بتبقى الفترة صغيرة، فالمديرين الفنيين ما بيقدروش يشتغلوا بشغل كامل، ان انا الشغل الفني اللي اقدر اوصل بيه للمستوى. يمكن ده اللي انا كنت مستغربه جدا من حتة ان المونديال في نص الموسم، فانت مفيش اولا معسكر مثلا تدريبي لمنتخب معين، المدير الفني يحط استراتيجيته وخطته ويحفظ اللعيبة والقصة دي كلها. لا، احنا عندنا بداية الأسبوع اللي جاي في مباريات في الدوري الإنجليزي، في لعيبة مشاركة مع منتخبات بلادها في كأس العالم، وهيبقى بعد أسبوع بالظبط بيلعبوا كأس عالم. ففين فين القصة كلها؟ الجو اللي كنا بنعيشه ونقعد كام أسبوع، 3 4 أسابيع مثلا بعد انتهاء المواسم عشان نلعب كأس العالم، فالموضوع مختلف. عشان كده احنا بنقول البطولة دي محتاجة المدرب الأذكى، لأن التعامل في معطيات وقت صغيرة جدا، فأنت مش هتقدر تعمل كل الشغل التكتيكي اللي أنت بتعود عليه، فأنت عايز في أقل فترة ممكنة تقدر تشتغل الشغل بتاعك. زائد دايما المقولة كنا بنقولها كتير هتطبق في كأس العالم ده، البطل يولد من رحم البطولة. إن التدرج بالمستوى، عدم الاندفاع، أنت لسه ما خدتش وقت كافي، فأنت بتتدرج في مستواك بالبطولة. الأهم من كل ده وده إن أنت بقيت تركز في اختيار العناصر اللي تقدر تعمل معاك الفرق الفني، لان الناحيه الخططيه والتكتيكيه مش هقدر ابني عليها بشكل كبير جدا لقصر الوقت، فالعناصر الحاسمه. عشان كده مثلا زي ما انت ذكرت في التقرير ان الارجنتين ولعبه المحاكاه والكلام ده من احد المرشحين بقوه، منتخب تقيل، وبعدين كان دايما بيفتقد ان هو عنده عناصر متميزه، بس ما فيش شكل تنظيمي جماعي. لا، دلوقتي شايفين شكل تنظيمي جماعي قوي.